السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في نونا هاند ميد. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنشتغل مع بعض فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. إحنا عملنا دروس البدايات كلها المبتدئين، الغرز العمود والنص عمود والعمود بلفتين وجميع الغرز اللي ممكن نحتاجها في الكروشيه. النهاردة حابة أبتدي معاكم في أول حاجة كده من الكروشيه تكون سهلة، هنعمل فيونكة، او هي تعتبر ابسط فيونكة ممكن نعملها، سهلة جدا بالنسبة للمبتدئين، لاي حد بيبتدي يشتغل كروشيه، مجرد ان هو عارف السلسلة والبداية وازاي يتحكم في الابرة ويمسكها ويعمل غرزة العمود او العمود باتنين لفة، لان هما طبعا كلهم زي بعض، عمود بلفة او باتنين لفة او بتلاتة لفة، فرق في عدد اللفات فقط، خلاص يبقى انا اقدر انفذ اي حاجة بعد كده. الفكرة دي هي عبارة عن فيونكة بسيطة سهلة جدا اقدر انفذها بمنتهى السهولة لو انا لسه ببتدي اشغال الكروشيه. ممكن اعملها على فستان واعملها برضو على توكة، انا عملتها اهي على توكة على استك، سهلة وبسيطة تنفع لبنوتة. ده شكل، طبعا بيقولنا حسب سمك الابره وحسب الخيط، الخيط لو الخيط سميك شويه والابره لو مقاسها اكبر او اصغر بيفرق، يعني هنا عدد الغرز اكتر من هنا، بس هي نفس الفكره، الخيط هنا تخين او سميك شويه عن هنا، فلذلك الغرزه هنا تلاقيها جامده شويه. نفس الغرزه بالظبط في الفيونكه دي، بس الخيط رفيع والابره برضو رفيعه، فطلعت الفيونكه معايا شكلها صغير شويه، لكن هي نفس العدد بالظبط، وهي برضو نفس غرزه العمود بثلاثه لفه، نفس الفكره ونفس الشكل، لكن فرق في الخيط، يكون سميك او رفيع بيتحكم عندي، الخيط والابره بيتحكموا في شكل وتكوين الغرزه في النهايه او شكل الفيونكه في الاخر. هنشوف هنعملها ازاي. انا هشتغل بخيط اليز بيبي سكرم بيبي، هبتدي بغرزة البداية زي ما احنا عارفين، ودي طبعا لها فيديو عملناه مخصوص ليها بالشكل ده، وهبدأ بخمس غرز سلسلة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وبعدين هقفلهم بمنزلقة علشان اكون الدايرة اللي انا هشتغل فيها. تمام، هرتفع خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وهبتدي جوه الاطار الدايرة اللي انا عملته ده، اللي انا كونته ده، هو ده اللي انا هشتغل فيه. بالنسبة للفيونكة اللي هي الاصفر اللي انا ركبتها على الاستك وعملتها توكة، انا عامله سبع اعمدة في كل ناحية من الاتنين دول، سبع اعمدة بتلاتة لفة، ممكن طبعا اقلل، يعني هنا خمسة دول خمس اعمدة، لكن انا هعملهم برضو سبعة، واحد اتنين تلاتة، عمود بتلاتة لفة، واحد اول لفة معايا وبعدين التانية وبعدين التالتة، ودي اخر واحدة معايا، تاني واحد اتنين تلاتة، في نفس المكان بدخل فيها وهلف واطلع، وبعدين ابتدي اكون العمود بتلاتة لف. ادا اول مرة بطلع من لفتين، الف واطلع من اللفتين اللي بعديهم، وهلف واطلع من اللفتين اللي عليهم الدور، واخر لفتين باخد لفة وهطلع منها. عملت اتنين عمود بتلاتة لف، واحد اتنين تلاتة، تلات لفات على الابرة، وهدخل في الدايرة اللي انا كونتها في الاول وهلف وهطلع لفة معايا، هلف وهطلع لفتين من على الابرة، وهرجع الف وطلع لفتين تانيين، وهلف وطلع لفتين، وبعدين اخر غرزتين على الابرة، واحد اتنين تلاتة، وهدخل في الدايرة لغاية ما يبقوا معايا سبعة،
ده اول واحدة، وبعدين لفة وهطلع من اتنين، وبعدين لفة وهطلع من اتنين، واخر حاجة هطلع من اتنين. انا عملت 1 2 3 4 اعمدة بتلاتة لفة، هكملهم 7 اعمدة داخل الدايرة. بعد ما عملت 7 اعمدة، خمس سلاسل الاول، 5 سلسلة، وبعدين 7 اعمدة بتلاتة لفة، هعمل تاني 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعدين هدخل في نفس الدايرة اللي احنا كوناها في الاول ونعمل غرزة منزلقة، وده هيكون اول جزء من الفيونكة بتاعتي. هرتفع تاني 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعدين الف 3 لفات على الابرة عشان اعمل العمود بتلاتة لفة، وهدخل جوه الدايرة وهسحب اول لفة معايا، وبعدين هطلع من لفتين، وبعدين لفتين كمان، بعدين الف على الابرة واطلع 2، واخر 2 معايا، 1 2 3، وهدخل الدايرة بتاعتي وهلف وهخرج اللفة بتاعتي على الابرة، هاخد لفة واطلع 2، واخد لفة واطلع 2، وياخد لفة واطلع 2، ودي اخر مرة اللي هي بتبقى رابع مرة. عملت 2، هكملهم برضو ل7، 1 2 3، هكملهم ل7 اعمدة. كده عملت 7 اعمدة بتلاتة لفة، 2 4 6 7، خلاص دي اخر خطوة. هنعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبرضو زي المرة اللي فاتت كده هنقفل بالمنزلقة، هندخل وهنسحب الخيط ونقفل بمنزلقة في الدايرة. خلاص وبعدين هنقص الخيط على مسافة، وهننهي الغرزة بتاعتنا عادي جدا. ده الطرف البداية، انا بس هشده شوية علشان اقفل الدايرة دي شوية، وبعدين انا هلف الخيط في الجزء اللي هو في النص ده علشان احدد الفيونكة بتاعتي كده. فيونكة سهلة بسيطة جدا، مش هتاخد مجهود ولا وقت، ولا محتاجة مثلا حد يكون محترف، هي اي حد مبتدئ هيقدر يعملها بنفسه. الجزء اللي باقي بإبرة التنظيف، احنا طبعا عارفينها وشايفينها قبل كده، وهنسحب الخيط ده وندخله لجوه بحيث بس ما يتفكش بعدين من ناحية الظهر بتاع الفيونك، واقدر بقى استخدمها في اي حاجة. خلاص هي كده بقت جاهزة معايا، خلاص. والزيادة دي انا هقصها لان هي كده ايه، خلاص ثابتة مفيش منها اي قلب. اهي، يا رب تكون واضحة، يا رب يكون الفيديو سهل لأي حد بيشوفه. أتمنى اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس، يا ريت نعمل لايك للفيديو من فضلكم، واشوف رأيكم في التعليقات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.